بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا اليوم لهذه البلاصه المحترمه اللي كيبينوا فيها الزيت أرقان. احنا الحمد لله عشنا على الزيت أرقان. احنا كنا في مزكان وكانت لفاتنا الله يرحمها، كنت نمشي وكنت نشوفها كيف كدير الزيت أرقان. هضرت مع واحد دكتور كبير على هذا الزيت أرقان واش مزيان الجسم ديال بنادم. قال لي يا ودي مزيان بنادم وخير شربون ما كيدير حتى شي حاجه اللي هي ما مزياناش. والحمد لله الزيت أرقان هو كيجي من المغرب، كيجي بلاد سوس، وواحد حاجة رائعة هو مزيان. أنا دائما واخا أنا ساكن في القدس دائما الزيت العود كيكون في الطبلة ديالي، دائما كيديرو أرقان، حتى الولاد ديالي كيعجبهم. هما ماشي زعما نقولوا أنا مغربي وكما عايشين في جهة أخرى، وهاد الحاجة رائعة. وهنا كنشوفوا واحد الحاجة بين سيدي ربي عطا واحد البركة المغرب اللي ما كاينه في حتى شي بلاصه في العالم. والحمد لله اليوم واخا البنت ديالي كتشري كنجي كندير ليها الزيت أرقان اللي هو كوسميتي، قلت ليها حاجه رائعه.